السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم باللي راح نعرضه أو باللي عندكم من مواضيع حتى تعطونا رأيكم بها على أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. واللي ما يقدر يتصل بينا عندنا رقم بالأسفل بصفة إشارة الواتساب، يقدر يتصل أو فون يقدر يكتب لنا رسالة إذا ما قدر يتصل بينا، نقرأها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم أول ملف ويانا، واللي هو ملف تكميم الأفواه، وقضية الناشط حيدر الزيدي أفضل مثال ناخذه ويانا على هذا الموضوع. لحد الآن يواصل الناشطون والمتظاهرون بتنظيم وقفاتهم الاحتجاجية للتضامن ويا الناشط حيدر الزيدي، ودي يستنكرون بها الحكم الصادر بحقه اللي وصفوه أنه قرار مجحف وظالم، وأكدوا أن السلطات تريد تقمع كل الأصوات الوطنية العراقية، مرة بتشريعهم لقوانين تخنق حرية الرأي، مرة عبر الاعتقالات، ومرة لخ بالأحكام القضائية الجائرة بحق الناشطين وبحق المتظاهرين والثوار. العشرات من المتظاهرين نظموا وقفة احتجاجية جوا نصب الحرية بالعاصمة العراقية بغداد، يطالبون بها بالإفراج عن الناشط حيدر الزيدي. شارك بهاي الوقفة كل من والد الناشط حيدر الزيدي وأفراد عائلته، وكانت منظمة هيومن رايت ووتش انتقدت الحكم القضائي اللي صدر بحق الناشط حيدر الزيدي، وتقريبا بالخامس من الشهر الجاري، واللي أمر به بسجن الزيدي لثلاث سنوات مشددة. هذا الشيء اللي أثار مزاعم بانتقاد قائد الحرس، عفوا، هذا الشيء اللي أثار مزاعم بانتقاد القضاء. ليش؟ لأنه قضية الزيدي هو فقط انتقد بها قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني والمهندس. خلونا نشوف سوية جانب من الوقفة التضامنية اللي صارت ببغداد. باطل حكمك يا القاضي، باطل حكمك يا حيدر، باطل 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 باطل. أنا والد حيدر الزيدي، مطالب القيادة السياسية، مطالب رئيس الوزراء محمد إشاع السوداني، وفايق زيدان رئيس القضاء الأعلى المحترم، بالنظر لقضية حيدر. حيدر غلام سجن ثلاث سنوات على تغريدة عارفين حسابه، فكيف ينظرون إلى هذا الشاب بالعشرينيات يلقى بالسجون مع المجرمين والقتلة؟ نريد من السياسيين النظر بقضية حيدر. يعني السؤال اللي ينطرح هنا أنا، هم شردون من المواطن العراقي؟ يعني يردون المواطن العراقي يسكت وما يحكي مثلا؟ هم مو يقولون الحكم ديمقراطي؟ طبعا اعتذر منكم مشاهدينا، هم يقولون السياسيين يقولون احنا في عصر الديمقراطيه، امريكا جتي حتى تشيل الدكتاتوريه وتخلي الديمقراطيه بالعراق، امريكا جتي حتى تاسس نظام حكم بالعراق. السؤال اللي ينطرح هنا، اذا البلد ديمقراطي والنظام الحكم برلماني ديمقراطي، حريه التعبير عن الراي مو جزء وركيزة أساسية بالديمقراطية؟ فإذا وين الديمقراطية بالموضوع؟ نطلع من بغداد ونروح إلى دول الخارج. اللي صاير وراي هنا وقفة احتجاجية لأبناء الجالية العراقية بألمانيا، ومجموعة وياهم شاركوا مجموعة من جرحى تشرين اللي شايفيهم قاعدين على كراسي. هاي الوقفة أمام السفارة العراقية بالعاصمة الألمانية برلين، طالبوا بها أن يتم الإفراج عن الناشط حيدر الزيدي، وأن تتم إيقاف ملاحقات الناشطين، وأن تتم إيقاف التهم الكيدية اللي تساق ضد المتظاهرين وضد الناشطين بالعراق، خصوصا بعد أن طالبوا بمحاسبة قتلة المتظاهرين. خلونا نشوف جانب من هاي الوقفة بالمقطع. تحت عنوان لا لتكميم الأفواه، الحرية للناشط الشاب حيدر الزيدي. لم يعد السكوت ممكناً في ظل تكريس السلطة الغاشمة سياسة لجم الأصوات الوطنية التي تطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين وتقديم حيتان الفساد واللصوص والعمالة إلى العدالة. فخلال الأيام الماضية
شهد العراق فضيحة سرقة القصر والتي كان بطلها نور زهير الذي سرق ملياري دولار ونصف وشارك معه مجموعة من رؤوس الفساد من الكتل السياسية التي تتحكم بمصائر البلد وتدعي الورع والتقوى والنهي عن المنكر. وما جرى بعدها كان أفظع حين أطلق سراح اللص الكبير بعد أيام قلائل من اعتقاله بكفالة، في حين حكم على الناشط حيدر الزيدي 3 سنوات سجن من أجل تغريدة انتقدت السلطة وأدواتها. هذه الممارسات المشبوهة والتي تضع السلطات الثلاث في خانة الخيانة الوطنية بسبب التنكر لحقوق الشعب والسماح للمجرمين واللصوص من العبث بمصائر الجماهير المكتوية بآفاق والبطالة وفقدان الأمن والأمان. كانت هاي الوقفة في ألمانيا، الناس لما شافت الفيديو القبلة بساحة الحرية بساحة التحرير ومن شافوا هذا الفيديو علقوا على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا بمنصة فيسبوك من عادل حسن يقول: عاشت الجهود الطيبة المدافعة عن الحرية والعدالة والاجتماعية. سعد إبراهيم يقول: تستحقون الحياة لأنكم كبار وأبطال في مواجهة أبشع نظام فاسد عرفه التاريخ، أحبكم وأشد على أياديكم. عباس أبو سحنة يقول: الحرية لحيدر البطل من حكومة الظلم والجور والفساد اللعينة. وحامد الشمر يقول: أحسنتم وبارك الله بكم وبكل جهد عراقي من أجل رفع الظلم عن أبناء شعبنا الصابر والحرية والسلامة لكل المعتقلين والمغيبين والمحكومين. كانت هاي ردود الأفعال حول قضية تكميم الأفواه بالعراق، وخصوصا قضية الناشط حيدر الزيدي اللي صدر حكم قضائي بحقه بالسجن 3 سنوات مشددة بس لأنه نشر تغريدة، قال بالتغريدة أو انتقد بالتغريدة النظام اللي دا يحكم بهذا البلد. أنا القضية وما بيها أنه هم دا يصدرون قرارات قضائية ضد سين من الناس وصاد آخر من الناس بحكم أنه هذا دا ينتقد وهذا دا يخرب. أريد أسألك سؤال، أنت اللي جاي تحكم من 2003 لحد هاي اللحظة، شنو اللي بنيته بالعراق حتى يستحق أنه نمدحك؟ شنو اللي قدمته لأبناء الشعب العراقي حتى تستحق أنه نمدحك ونوقف بظهرك سد منيع؟ التعليم قويته؟ لا، رجعته إلى العصر الحجري لدرجة أنه بعد ما معترف فيه أصلا. المدارس العراقية رجعنا بزمن المدارس الطينية، أمية كان العراق بي 0% نسبة أمية، هسه نسبة الأمية حدث ولا حرج. بطالة أكثر من نص الشعب العراقي عاطل عن العمل. حشيش ما شاء الله دولة الأرجنتين ما تقصر. شنو اللي أنت دا تسويه بحيث أنه تستحق أنه إحنا نجي نوقف وياك؟ واحد يعتقل شخص دا يهرب مخدرات وأنت تحاسبه مثلا، مو تحاسب اللي دا يهرب، تحاسب الضابط اللي ألقى القبض عليه. أبو عمر من الناصرية ويانا، حياك الله أبو عمر. ألو ألو، السلام عليكم عمي أسد. أسمعك حبيب قلبي. ألو ألو ألو، شلونك عمي؟ شلون صحتك؟ نحمد الله على كل شيء. شلونك عمي؟ هلا بيك يا الغالي، دا أسمعك. طب طبعا بالنسبة الديمقراطينا هي أسفل بالعراق، هاي مو ديمقراطينا، هاي التقاط مع حرف الإطراق. نعم. اللي يطلع يدافع بالحق عليه قالوا هذا بالتخاذل، يعني هم ايش تفرج جمعيتهم عن نفسهم؟ ما تفرج جمعيتهم شيء. دولة من الشيطات تبع الدول الخارجيه، دول يردون يلتقمون من السنه يلتقمون يلتقمون من طبقوا قاسم سليماني ذاك قام يجيبوهم علينا لهنا ليش جاي يدمرون البلاد؟ جاي يدمرون الشعب العراقي وخلوا ثرواته استولوا به، يعني خلوا عليه بعد ما حكوا عليه المغيبين بالنسبه ما الصخر ما السقراويه، يعني يحاشون الحلقوسي على وقتهم المغيبين يبي ما تسدوا الملفات مال المغيبين. عم ذول عصابات ولا دمار، يعني دمار بعد مع الأسف الشعب العراقي
مع الاسف الشعب العراقي ساكت عنهم، يعني لوين يوصلون بعد؟ نعم لوين يوصلوا عمي افل؟ نعم نعم لوين يوصلون بعد؟ يعني الشعب العراقي ساكت عن يعني ليش الشعب ساكت؟ يعني احنا نقوم بنس ما نتكبر واقع على المحافظات بالنسبه بالفشل الناصريه ثوار الناصريه دائما جاي نقوم يقتلوننا ذاك يوم طاحوا من سنتين والحد الحين جاي نقوم عليهم والله العظيم دائما مستمرين ويقلعون بينا تقليع امه قلتوا لا الناصري هذا محمد شاعر السوداني نعم عمي عم استووا بينا دموع الشعب راح انهزك الشعب راح نعم شعب ذولا قال يا عصابات مافيا عمي تدي يعني حطموا رقم قياسي no. يعني دمروا البلاد دمار no. بس مع الاسف اقول مع الاسف على شيوخ العموم مع العراق no. مع الاسف عليهم والله العظيم شكرا 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 لك ابو عمر. العراق اللي كان بيه عفوا العلاج مجاني وكانت بخوش مستشفيات وكانت بيه هواية أمور زينة، اليوم يعاني القطاع الطبي بالعراق ومن 20 سنة بتراجع، التراجع ده يزايد وده يستمر وما مسبوق، جودة الخدمات الطبية، بنقص الأدوية، بتردي واقع المستشفيات، هجرة الكفاءات العراقية، غياب الكفاءات العراقية أو الطواقم الطبية داخل المستشفيات، إضافة إلى سوء الوضع الأمني والاقتصادي بالعراق. هذا التردي كله انعكس على جودة الخدمات اللي يتم تقديمها داخل المستشفيات إلى المراجعين والمرضى بعد أن فاقم ظهور المستشفيات الخاصة اللي ما إلها متابعة من قبل وزارة الصحة العراقية أو وزير أو وزيرة الصحة اللي يجي يستلم هاي الوزارة نايم على هذا الموضوع. ليش؟ لأنه اللي يستلم أو اللي بنى المستشفى أو المالك للمستشفى الخاصة هو تابع الحزب. قلة الطواقم الطبية التخصصية بالمستشفيات الحكومية يزيد من الأوضاع الكارثية للقطاع الصحي بالعراق. مثلا مستشفى الهاشمية بقضاء المدحتية بمحافظة بابل، هاي المستشفى حالها حال أي مستشفى بالعراق، فأكو قسم بها اسمه قسم الكسور، لكن قسم الكسور بمستشفى الهاشمية بالمدحتية ما بي طبيب، وقسم الكسور اكو بيه اكتظاظ لانه اكو مراجعين دا يطبون، واحد وقع، واحد زحلق، واحد اندعم، واحد انسحق، صار عنده كسر بايده برجله بظهره بحوضه، يحتاج طبيب انه يجبره يعالجه. بس الحال يختلف، خلونا نشوف. من امام مستشفى الهاشمي قاعد انا متكلم على طبيب جسور يا هنا حاجه ما يقول يجي ما يجي ما حد يدري بيه، عم انطونا رقم احنا خابر عليه ما حد يرضي الرقم. هاي العالم قاعدة منتظر فرج الله. هاي المهزلة مع المستشفى الهاشمية، هاي رجل مرمصة يومين. شوف العالم هاي قاعدة من الصبح لسه. هذا رجال يفتر خطية طالع يطم. عم منتظرين طبيب مو؟ أبو الكسور بس الساعة 9:15 ما جاي، وعاد يخابر طبيب الكسور يقول له طلعت واحد يقول طلع رجل يقول هاي صار لها يومين تنتظر الطبيب، يقول له إذا أكو كسر بالرجل ترى تبدي تلحم عوج، المفروض أنت أفهم مني ومن البقية بهذا الموضوع. مستشفيات العراق تعاني من مشكلة ثانية، تعاني من نقص حاد بالمستلزمات الطبية والأدوية. طلعنا هواية فيديوهات تبين أنه الناس لما عنده مريض خصوصا المريض اللي دا يريد يطب بصالة العمليات حتى يسوي عملية دا يروح برا للصيدليات، على الرغم من غلاء الأسعار بالصيدليات دا يشتري المواطن أبسط مستلزمات إجراء العمليات الطبية ومن ضمنها الشف الطبي اللي يلزم الطبيب، عفوا اللي يلبس الطبيب من يسوي العملية، ما بقى غير بس يشتري له الصابونة اللي يغسل بيها إيده قبل ما يطب العملية، ويشتري له إنارة ويجيب له مولدة مال كهرباء حتى يشغل له غرفة عمليات. هذا اللي دا يصير بالعراق، أنه الجفوف، الدواء، العلاج، الأوبر، الكانونات كلها دا يشتروها الناس من الصيدليات لما يسوون عملية جراحية بأي مستشفى حكومي.
عندنا شهادة لأحد المواطنين من راجع مستشفى الإسكندرية وعنده عملية إلى شخص من أقربائه أو من أهله، تحول الموضوع أنه لازم يروح للصيدليات ليشتري كف وكانونه ومخدر وعلاج. الأمر اللي صار ظاهرة بالعراق، اللي عنده عملية لازم يجيب مستلزمات عملية. يا السيد رئيس الوزراء، وزير الصحة، المحافظ، تدرون أنتم مستشفى الإسكندرية يعني ما بيها لا كف لا شرشف لا خيط لا أبرة لا دوشك، معقولة هيجي؟ يعني أنا عندي عملية العام، الدكتور كشفيته واحد وبالتخدير واحد، معقولة هيجي وصل مرحلة العراق؟ ليش هيجي؟ يعني الفقير ميله صدق كذي تشوفه في المستشفى وشراشف؟ هذا العراق فلوس والنفس صاعد مدري بيش، معقولة هالدرجة صارت؟ صدق كذي؟ وين الإصلاح؟ وين الموضوع؟ وين النواب؟ رئيس الوزراء الجديد وينك؟ يعني المستشفيات كل شيء ما بيها، عندك علم بيها ولا أبا؟ لا شف لا خيط لا شرشف، شوف معقولة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ما أدري ليش أتخيل الأمور راح توصل إلى بعض إلى 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 وضع مثلاً إنه المريض أو أهله لما يفكرون بعملية لازم يفكر يتعاقد ويا طبيب ومخدر وكم ممرض حتى يطبون غرفة عمليات يسوون عملية. حالة حال مدرب بنادي أي كرة قدم بالعالم لازم يستقطب مهارات حتى يطب إلى غرفة عمليات. إذا هو جاي المستشفى وده يسوي عمليات ومشتري ذني، ليش جاي المستشفى أصلا؟ خب يأخذ الطبيب ويروح للبيت يقول له تعال سوي لي إياها. نطلع من مستشفى الإسكندرية نروح لبغداد. ببغداد اكو مستشفى اسمه مستشفى الطفل. مستشفى الطفل مكانها بمنطقة الإسكان بالعاصمة العراقية بغداد. هاي المستشفى هي تعنى بأمور الطفل، هي اسمها مستشفى الطفل يعني الأطفال هم المراجعين بها. هاي المستشفى ما بها أدوية، بها نقص كبير بالأجهزة الطبية، بها نقص بالطواقم الطبية وبها مشاكل. واحدة من المراجعات الموجودة وراي حولت ابنها توصية من طبيبها الخاص إلى المستشفى حتى يتعالج. راحت تفاجأت بوضع إحنا ما سامعين به بأي مستشفى بالعالم. خلونا نسمع. مستشفى الطفل لا تموت للصحة بصلة ولا تموت لوزارة الصحة بأي صلة. اليوم يعني قدر الله وما شاء فعل، صارت عندي حالة طارئة واضطريت أروح بتحويل من دكتور إلى مستشفى الطفل. عندي طفل مريض، وصلنا إلى مستشفى الطفل لقيناها خالية تماماً من الصحة، خالية تماماً من الخدمات، خالية تماماً. ما لقيت بالصيدلية غير سرنجات وجهاز إعطاء، جهاز التبخير واحد يفتر على الأطفال، ماكو خدمات. بويا المسؤولين اللي هناك لا تتعاملون ويا الناس على أنه حمير، ترى دولة بشر، واللي جاي للمستشفى مو يريد يتونس أو مو عاجبة يعني الإطلالة مال المستشفى ويريد يغير جو. والله واحد يقولها عاشت إيدك على الرزالة رزتي بها المسؤولين، لأن صدق اللي طاب مستشفى ما طاب ده يتونس. مو قاعد واحد ببيته ويقول والله خلي روح أتونس، أطب لي المستشفى كتحطوا لي كانون أو شوية مغذي وباوع عليه وطقصورة، الله باعوني حاط مغذي بداية لا أتمرض. اللي طاب مستشفى يريد يرتاح من مرض، لأن المرض بلية مصيبة يريد يخلص منها. اليوم بالعراق اللي يطب مستشفى لازم ياخذ وياه كلينس لان راح يبكي على حال المريض اللي وياه، وياخذ وياه قرآن حتى يدعي رب العالمين انه ما تزيد حالته. هذا اللي يصير عندنا بالعراق. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. اول تعليق ويانا من ماسة تقول بس المجبور والفقير مضطر يعالج بها، رحت مرة الله شاهد دخلت ردت اوقع نزل ضغطي، ما تحملت المنظر. مستشفيات اللي يطب لها صاحي يطلع مرضان، اطفال يا هو اللي يروح يشبعون ايده ظروف وهو يصرخ بالله شنو حطوا له كانونه وهو يطيب، وغيرها وغيرها. الله ينتقم من السبب. عمري ماس طبعا كل المستشفيات الحكوميه هيج، واللي ما عنده يعوفوه يموت، ماكو معامله حلوه حتى. حسبي الله ونعم الوكيل. وروج المهدي تقول طبعا حال المستشفى يرثى لها مع الاسف. مستشفى الطفل هاي ما بيها كل عناية، كل 10 أطفال بجهاز بخاخ واحد. مها سمير اي والله فعلا أتعس خدمة وممرضات والدكاترة الخفر طوارئ أبد ما يخافون الله. كل اسمه طفل تشوفهم يسولفون وعايفين الأم والأب يتلوون على ابنهم، قلة اللي يشتغل بضمير. طبعا
ما ننسى اللي يشتغلون بذمة وضمير من الكوادر الطبية، دول نقف لهم انحناء، لأنه هو دي يؤدي مهنته وقسم يمين لما تخرج أنه يعالج ويساعد، لأنه هي مهنة إنسانية من المفترض. بس الغالبية دا تعتمد على التجارة اليوم بالطب، خصوصا بالعراق، لأنه صارت مصدر رزق أي عملية أي علاج أي شيء، خصوصا اللي يشتغل بمستشفى حكومية وعنده عيادة خاصة برا، ما يعالج بالمستشفى الحكومية لأنه الكشفية مالتها رخيصة مثلا، أو راتبة ما يوصلها لأن وزارة الصحة ما تعطي رواتب، أو وزارة المالية ما توصل رواتب، فما يشتغل حتى يجبر الأهل يأخذون ابنهم إلى عيادته الخاصة ليأخذ كشفية عالية حتى يعيش أهله. بس ما دا يفكر أنه اللي دا يطب مستشفى حكومية مثل ما قالوا بالتعليقات هو الما عنده، فالما عنده ما راح يجيبه. محمد من امريكا ويانا، حياك الله يا محمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رافدين البطل هالقناه الشريفه، والله استاذ العزيز من 2003 هم جايين يدمرون العراق عمي، والله العظيم. انا احكي عن ناشط البطل هسه قاسم سليم، هو مجرم سوى مناطق السنيه، هو هذا مو مهندس، المهندس الله لا يرحمه لا دنيا ولا اخره، الله لا يرحمه، هذا ايراني صفوي. هيك الناس تسوون به العراقي؟ كنتوا تابعين حكومة ملالي، حكومة إيران، شو ليس حكومة عراقية. اصحى يا شعب، شوف المستشفيات مالكم جيتون بيها، هاي شكل حيوان ما يراجع بيها، كفيلك الله. مو مستشفيات، طالات مال حصن عم دمرون البلد. اصحى يا بلد، اصحى يا شعب، اصحى، لا ظل نايم، اصحوا، عوف المراجع، عوف المراجع، ترى المراجع نايمة بروسكم استفادة. شوفوا روح شوفوا بيوتهم كلها بلندن، هذا السستاني وغير السستاني، هاي كلها كفيلك محمد، هاي لعبة الحشد الإيراني القدر، لعبة المستشفيات. هم يريدون يدمرون الطفل العراقي، يدمرون الشاب العراقي، الله ينتقم عليهم وعلى جاههم. تحياتي للقناة الرافدين. شكرا شكرا لك عمر السادة. أسد، الفساد اللي موجود بالمؤسسات الحكومية موجود بأصغر مؤسسة تابعة إلى الدولة إلى أكبر مؤسسة. لما نحكي عن وزارة، الوزارة هي رأس هرم السلطة إلى المؤسسات اللي تتبعها. أي وزارة أدى مؤسسات ثانية. فمثلا لما نحكي عن وزارة الدفاع، أكو هواية مؤسسات جواها هي تنأمر بأمرها. شنو رأيكم إذا أكو فساد مثلا بالوزارة نفسها؟ لا، الوزير نفسه هو فاسد، لأنه هو مشتري المنصب وجاي للمنصب يدور عقود ويدور رشاوي ويدور أتاوات حتى يطلع الفلوس دفعهن إذا ما يريد ربح طبعا. مثلا هسا عندنا قضية، رائد بالجيش طالب بفيديو طلع بي، طالب بهذا الفيديو أن يتم مقابلته أو رئيس الوزراء الحالي محمد الشياع السوداني يقبل أنه يشوفه. ليش؟ لأن عنده ملفات فساد بوزارة الدفاع الحالية. هاي المطالبة جت بمقطع مصور نشره، وتم تداول هذا المقطع بشكل واسع جدا على منصات التواصل الاجتماعي. وراء هذا المقطع لما طلع هذا الرائد وقال هذا الشيء، محمد الشياع السوداني نطى أمر يخبل آني وأنتم نعرف كل زين شنو نهايته. أمر بتشكيل لجنة تحقيقية حتى يعرف ملابسات المناشدة اللي وجهها الرائد علاء حاتم نايف اللي منسوب إلى قاطع الدفاع الجوي الثالث، واللي شكى من الفساد اللي دا يصير بالمؤسسة العسكرية بالبلاد. خلونا نشوف مطالبة الرائد علاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إني الرائد علاء حاتم نايف مزعل علي، أحد ضباط الجيش العراقي، أناشد وأطالب السيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، أطالبه بمقابلتي مواجهتي لطرح وشرح كمية ما يحصل داخل المؤسسة العسكرية من كمية الفساد اللي يشيب منها حتى الرضيع. قسم بالله العظيم وبكتابه الكريم جاي يصير يا سيد رئيس الوزراء، يا سيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، جاي يصير داخل المؤسسة العسكرية كمية فساد أخطر من الإرهاب نفسه على العراق. وهذا الفساد متمثل ببعض القادة وليس الكل. ما راح أجيب أي اسم إلا قدامك يا رئيس الوزراء.
قال الفساد اللي يصير بالمؤسسة بي خطر على العراق أكثر من الإرهاب. يعني واحد هالقد ما ضاج من الوضع عند غيرة على بلده نطى هذا الشيء. المفارقة أن الرائد علاء وراء مناشدته هاي شفتوها هسه، وهاي صورة ثانية إليه أو فيديو ثاني إليه، وراء ما انتشر المقطع الأول اللي طالب محمد الشيع السوداني أنه يقابله ويطيب بالأسماء من القادة ومن الرتب العليا بالجيش اللي عندهم فساد، وراء ما أمر السوداني أن يتم تشكيل لجنة للتحقيق اتعرض إلى تضييق داخل وزارته وداخل عمله، إضافة إلى أنه صار هجوم مسلح على منزله وأطلقوا النار على بيته اللي عايشين بعائلته من قبل مجهولين ما يتبعون أحد حسب المعروف، بس اللي عندهم سلاح معروفين يا حشد يا تابعين الأحزاب، بس منه اللي هاجمه الله يعلم. لازم نعرف الوزير ما الدفاع المن يتبع. بمشهد يبين واقع الحال اللي احنا وصلنا له، طلع واحد عند غيره على بلده اتعرض هذا الشيء. العراق اليوم مطالب كل مسؤول بأن يحارب الفساد، اجى اللي قبله قال أنا راح أحارب الفساد، واجى الحالي ويقول الله لا يوفقني، واجاك ضابط ويقول لك أنا جاي لك شيء حتى الناس تقول لك الله يوفقك. خلونا نسمع. يا دولة رئيس الوزراء كل اللي صار حكم مشاغلك ما قابلتك شخصيا، بس النتيجة انه من خلال الاعلام شفت انه اوعز سيادتك الغرض تشكيل لجان، وهاي اللجان راح ندخل انه شيء اسمه روتين وكرر للأسف تزييف للحقائق وتميع ومجاملات وتسويف. يا دولة رئيس الوزراء من بعد هاي المرحلة اللي صارت رحت أنا مجرد أنه ما قلت أي إفادة ولا ذكرت أي اسم ولا مؤسسة سوى اللي ذكرته وقعت عليه، أنه قلت أنا أطالب بمقابلتك شخصيا لغرض أنه أعطيك المفيد وخير الكلام ما قل ودل. من بعد ذلك دخلنا أنه المرحلة الثانية خابروني أنه تم تغييبك، والتغييب هذا كشف ومجلس تحقيقي علي أنا شخصيا، والمجلس التحقيقي إحالة إلى المحاكم على الرغم من أنه أنا متمتع بجاستي الدورية. يا دولة رئيس الوزراء المتأسف علي أكثر شيء أنه البارحة بعد منتصف الليل الساعة 2 تقريبا تعرض من المكان اللي أسكن به بيتنا للأسف إلى هجوم من صبيان الفساد. قالها تعرض بيتي إلى هجوم من صبيان الفساد. ومنو راعي الفساد بالعراق؟ الناس البارحة تقول حكومة الإطار، أنا ما لي علاقة. التعليقات على هذا الموضوع من منصة فيسبوك من بهاء الفلاحي يقول الفساد بالعراق هو قانون غير مشرع، بمعنى أنه كل مفاصل الدولة المدنية والعسكرية تقودها منظومة فساد متكاملة وممنهجة. هذا الضابط المسكين خلى حياته وحياة أهله في خطر محدق لأنه صدق أقوال رئيس الوزراء، نسأل الله أن يرد عنه كيد الكائدين. أمير كاظم، هي دولة فساد وتشكلت على فساد ومحاصصة، شلون راح يعالجون الموضوع؟ ما أدري، حيرة. محمد الغزالي، الآن صارت الميليشيات أقوى من الجيش وله الكلمة الفصل. أبو علي، عم العراق منهوب ضايع، كارثة هاي، إذا الأمن والدفاع فاسد شلون بعد نأمن على أرواحنا؟ أبو علي، أنت تقول كارثة إذا الأمن والدفاع فاسد؟ أنت شنو رأيك اللي دي يحكمون العراق كلهم فاسدين؟ يعني أنت شنو رأيك إذا رئيس برلمان ما يجي إلا يدفع المالات وأكو غيره يقبض؟ وشنو رأيك لما يجي رئيس وزراء ما يختار لأنه أكو رؤساء كتل سياسية وما يقول له لا تحط فلان وفلان، وأكو بعض المناصب همنا يدفع؟ كانت هاي تعليقات الناس على هذا الموضوع اللي هو الفساد اللي يصير داخل المؤسسة العسكرية. برنامجنا متواصل، وراها راح نحكي همنا عن ملف فساد بعيدا عن المؤسسة العسكرية بس بمكان يقهر. خلوكم ويانا وراها الفاصل.
نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة. نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها. نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية. نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول. كل ذلك في برنامج تحت الضوء. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. بكل بلدان العالم تهتم انه حاليا بال 2022 او بعد سنه ال 2000 صار اكو اهتمام بالمطارات، لانه كل بلدان العالم تحترم نفسها، تعتبر المطار هو المحطه الاولى اللي لما يجي اجنبي يحط رجله بهاي البلد راح يشيل راسه ويباوع على المطار. فكل دول العالم هسه تهتم ببنية المطار، بشكل المطار، بالخدمات اللي قدمها المطار. مسلسل الفساد وصل اليوم إلى مطار بغداد الدولي اللي دايعاني من إهمال، من تخريب متعمد بسبب الصراع اللي دايصير بين الأحزاب السياسية المتنفذة على المطار. منصات التواصل الاجتماعي بالأيام الأخيرة خصوصا بالعراق ضجت بتعليقات ساخرة وبانتقادات لاذعة لحكومة السوداني، أبو الله لا يوفقني، بسبب أنه إدارة مطار بغداد الدولي داولت مقاطع مصورة للحال المزري اللي صار بالمطار واللي تحول من مضرب للأمثال إلى مكان منتشرة به الأوساخ أو الزبالة عفوا، خصوصا بالمرافق الصحية اللي موجودة بالمطار. علماً ترى جوا يحكمون وراء 2003 مو هم اللي بنوا مطار بغداد. أتعس مطارات تشوفها بحياتك ومطار بغداد الدولي للأسف. مطار كله إحنا يمكن يلا طيارتين هابطة. صار لنا شغل هاي يعني 30 ما مبالغ 30 دقيقة صار لنا قاعدين ننتظر الجنوط والمطار كله طيارتين بينازل. حمامات وسخة كاذل هالوسخ. لا أماكن جلوس وانتظار بيها خير. التفواوع على أرضية المطار، هاي السيارات اللي بيها لازم كل سيارة هناك بالمطارات بيها هذا السايرين الأصفر ويفتر، ولا واحدة بيها لا يونيفورم لازم موحد لا مدري إيش. تباوع على العمال شلوك الجنط اللي بنطرون جينز وقميص زين بس كيف لابس ليلق وخلص. هذا مطار بغداد، شوفوا التواليتات مالته إيش قد وسخة، شوفوا شوفوا شرفكم. هذا مطار دولي، هذا مطار دولي، شوفوا هذا مطار دولي، الله يرضى عليكم. شوفوا الوساخ. بعد هذا الفيديو انتشر مقطع ثاني او خبر ثاني عن اعلان اعلن الطيارين اللي يشتغلون بالخطوط الجوية العراقية اعلنوا بي اضرابهم عن العمل بشهر شباط اللي فات شهر 2. احتجوا على الفساد اللي دا يصير داخل شركة الخطوط الجوية العراقية. طبعا الفساد اللي هناك دا يؤدي الى توقف رحلات للخطوط الجوية العراقية من مطار بغداد وإليه، وأكدوا أن عقود الفساد نخرت الشركة وتسببت بإهدار ملايين الدولارات لصالح جيوب الفاسدين. الفساد اللي دينخر شركة الخطوط الجوية حالها حال مطار بغداد انعكس على أداء هاي الشركة العريقة اللي كان لها اسم وتاريخ، وصل بها الحال أنه مثلا تأجر رحلاتها الدولية. هي كل خطوط الجوية بالعالم العالمية من الممكن أن تأجل رحلاتها أو تغير موعد رحلتها، بس تبلغ المسافرين أنه تم تأجيل موعد رحلتك الفلانية على متن الخطوط الجوية الفلانية في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية إلى تاريخ وساعة كذا. اللي صار أكو رحلة بالعراق متوجهة من بغداد إلى موسكو، من المفترض أن تطير من مطار بغداد. اللي صار بيها مطارة الرحلة، ليش؟ لأنه أجلوا الرحلة قبل 7 دقائق. الله
يعني مزل بالقران مزل باكر واحد شاب الله مزل يحكي الله مزل انا بالك ما روح اروح هناك اما راح اسعله لا تجيبه لهنا دني لهنا هاي اليوم خطط الجو العراقية قبل 7 دقائق إلى 10 دقائق تقريبا من الإقلاع المفروض جونا قالوا لغة الرحلة على يوم السبت تخيلوا واحد يروح للمطار ويختم وينطي الجناط وياخذ البوردينج ويصعد ويعني هاي قبل ساعتين وواصل والرحلة موجودة وصل بوابة الرحلة لغوا الرحلة ليش شركة ما تعرف ما عدا طيارة مثلا اللي الفيديو اللي موجود هنا طبعا ما اعرف شلون اعلق عليه هذا المطار انبنى بالسبعينات والثمانينات مو هم اللي باني لازم يحتاج الى صيانه دوريه مراقبون وناشطون بالعراق انتقدوا غياب الدور الحكومي بوضع حد الى استمرار حوادث التخريب المتعمد اللي دا تصير داخل مطار بغداد الدولي بين فتره وثانيه واللي توقف وراها هم يقولون جهات حزبيه وميليشياتهم اللي مسيطره على المطار هذا المطار اللي صار منفذ لتهريب الأموال والمخدرات والحكومة تتستر على هذا الشيء هذا المقطع اللي موجود ويانا بغرق لصالة من صالات المطار بالمي وقاعة للحقائب مطار بغداد الدولي بسبب سقوط جزء من السقف الثانوي بعد أن تم أو بعد أن انكسر أنبوب نظام الإطفاء بالسقف واندفعت من المياه بقوة خلونا نشوف لازم يسوون اعلان الى اي مواطن بالعالم واي سائح اوسخ جنطه عندك بالبيت جيب لك اياها لا تخاف احنا نغسل لك اياها ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع واول تعليق ويانا من محمود علي الدراج يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم هذا التخريب مقصود من جهات متنفذه حيدر كوفي يقول منظومه الاطفاء لحد اخر حادث حريق لم تكن داخله في الخدمه عاطلة يعني وأظن بعد تشغيلها اتضح أن هنالك تآكل ونضوع في أنابيب هذه المنظومة اللي كانت متروكة لسنوات عدة وتسببت بما نراه الآن الدنيا تقول كل يوم عطل شكل كل هذا من أجل أن يخططوا لبناء مطار جديد باب جديد من أبواب السرقة والفساد تقى الركاب تقول دمروا كل شيء بالعراق مطار صار لسنين كل ترميم ما بي باقي على البناء الأول كل صيانة ماكو صاير قراج النهضة منظر يفشل من يجون مو عراقيين ويشوفون بالباب السواق يتلقوهم حالهم حال قراج النهضة كانت هاي التعليقات حول هذا الموضوع عبد الرزاق من بابل ويانا حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أستاذ أخي اسمح لي بدقيقة واحدة أريد أهني بهذا أمكان تفضل أبارك وهني للشعوب العربية والحكومات العربية كافة ولدولة قطر حكومة وشعب بنجاح بطولة كأس العالم برغم كل التحديات والمعوقات اللي واجهتها تكون بالعزيمة والإصرار استطاع أهل قطر من نجاح هذه البطولة شيء ثاني أدي رسالة للشيوخ العشائر والشيوخ رجال الدين أقول لهم أكو شخص نافسكم بهذا المنصب وهو الشيخ مسي اللي لبس العباءة العربية فأتمنى عليكم أن تقتدون به لأنه حقق إنجاز البلدة وجاب لهم الفوز فأتمنى عليكم يا شيوخ العشائر يا شيوخ رجال الدين أن تبتعدون
عن الامور المدنويه وتهتمون ببلدكم وتشتغلون لاجل الشعب، لا تشتغلون لي بالخرافات والامور اللي تجيب السلب للبلد. نعم فندخل موضوعنا استاذ احمد بالنسبه لل المطار والوضع مالته، استاذ اثل اذا عرف السبب بطل العجب. نعم. عرف منه اللي يتحكم بالمطار. اللي يتحكم بالمطار هي الميليشيات. نعم. فالخصومات اللي تصير بيناتهم والنزاعات تنعكس على المواطن. نعم. فالعدل اقبح من الفعل، يقولون هم كسر البوب مال المي. زين يا اخي ادري يعني هذا الانكسار مال البوب الماي يعني ادري هيك شيء سبب يعني هيك شيء سبب مخلفات وهيك غرق المطار، هاي وحده يعني هذه ما بها اي عذر، هذا يعني شوف الفعل مبتعد يعني من قبل المسؤولين على المطار. نعم الشيء الثاني يا استاذ افل واللي صراحه يعني البرج اللي هو معشعش بالطيور يعني 25 طير، ادري هو مطار لو مطيرشيه يا يعني مع كل الاسف اللي يتحكمون هم الظاهر يعني مطيرشيه وعربجيه اللي ما يحس ما يستحون على صوره البلد اللي اسمها للعراق هذا بلد الحضاره. يصير المطار مالته والبرج مال المطار مكان الاحشاش وبين خوص الظروف مال الطيور مع كل الاسف. هذا اللي نشوفه وما نتعجب يا طلبه. تحياتي لك. شكرا 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 لك اخوي العزيز. 18/12 هو تاريخ اليوم الدولي للمهاجرين اللي يجي على هذا العراق، والعراق بآلاف المهاجرين أو مئات الآلاف أو الملايين من العراقيين. ملايين العراقيين مهاجرين من بلدهم بسبب سوء الظروف، يعني الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية. الاضطرابات اللي صارت بالعراق خلال 20 سنة خلت هواية من العراقيين يطلعون. مع حلول اليوم الدولي للمهاجرين اللي وافق 18/12 بعدهم الآلاف من العراقيين عايشين بالخارج بظروف صعبة جدا مع تضاؤل الأمل بمستقبل أفضل. خلونا نشوف هذا التقرير اللي عدى قسم السوشيال ميديا. أجبروا على مغادرة بلادهم هربا إلى المجهول، باحثين عن طوق نجاة في عرض البحر أو عن ملجأ يحتضنهم في هذه الدولة أو تلك للنجاة من دوامة الفوضى وحمام الدم بعد أن تسيدت المشهد الميليشيات وأحزاب الخراب الطائفية وعاثت في الأرض فسادا وقتلا وتهجيرا. لم يعد الموت خيارا لهم، بل بات واقعا محتوما على كل عراقي اكتوى بنيران الفوضى التي شهدتها البلاد بعد الاحتلال، ليسير في رحلة لجوء يواجه فيها بردا قارصا وجوعا يفتك به، أو ربما يتحول إلى هدف لبنادق حرس الحدود على أعتاب البلدان الأوروبية، أو غريق في عرض البحر. مؤلمة صور العراقيين وهم يركبون قوارب الموت ليبعدوا عن أطفالهم ويلات الحروب والفقر والدمار، باحثين عن مستقبل زاهر لهم، إلا أن الظروف الصعبة التي يواجهونها فيما بعد ببلدان المهجر سرعان ما تبدد أحلامهم بأوطان تكفل لهم أمنهم وحريتهم بعد اصطدامها بقوانين مجحفة وغير إنسانية يصل فيها الحال إلى حد إضفاء الشرعية على اختطاف أطفالهم من أحضانهم ليعيش هؤلاء المهاجرون الوجع وآهاته مرتين داخل الوطن وخارجه. وكما يقول المثل الشعبي شجابرك على المر غير الأمر منا، يواصل العراقيون المضي برحلة الهجرة على الرغم من فاتورة الخسائر الباهظة في أرواحهم البريئة وسنين عمرهم المهدورة. المئات ذهبوا ضحية فساد وإجرام من أجبرهم على الهجرة، فضلا عن أمثالهم من المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم حتى الآن.
كثيرة هي مشاهد الوجع في طريق الهجرة الذي يتزاحم فيه العراقيون وتزداد أعدادهم فيه يوما بعد يوم وشتاء بعد آخر في كارثة إنسانية عمرها عقدان من الزمن، بدأت يوم احتلال العراق وتفاقمت حين تسليمه على طبق من ذهب لإيران وميليشياتها، وتلك من أبرز الأسباب التي ما زالت قائمة حتى الآن لتدفع عشرات الآلاف من العراقيين نحو الهجرة سنويا. من ملف الهجرة نروح إلى انتقاد المدونين والناشطين على الوصاية الإيرانية والتصريحات اللي دا يطلقها مسؤولين إيرانيين، أنه بين فترة وفترة يحاولون أنه يظهرون العراق كأنما هو الحديقة الخلفية لبلدهم، خصوصا اللي تحاول أن تصور العراق كجزء تابع لولاية الفقيه والمرشد الإيراني علي خامنئي، محاولة لتثبيت مفهوم التبعية اللي دا يسوق لها الحشد وميليشيات الموالية لهالنظام بمخالفة لتوجهات العراقيين اللي ترفض هيمنة إيران وغيرها اللي طالما عبرت عنها هتافاتهم ثورة تشرين وأشهرها إيران برا برا. لهالسبب تصدر ترند اليوم على ترند العراق وسم هو لا منة لأحد على العراق، هذا الهاشتاج كان موجود اليوم بمنصة تويتر وجبنا لكم بعض التغريدات خلونا نقرأها. دينا الأيوبي تقول بتغريدتها: لا منا للعراق والعراقيين، لكل من أراق دماء العراقيين ويعمل لتدمير العراق لأجل مصلحة دول أخرى تستلذ بدماء العراق، من ينهض في كل مرة لينقذ نفسه بدماء أبنائه الوطنيين، هاشتاج لا منة لأحد على العراق. الصحفي سامر الساعدي: العراق يتعافى حينما يقل سراقه، وطني أبطالك في القبور وسراقك في القصور، هاشتاج لا منة لأحد على العراق. محمد سالم: مطارنا أشبه بحظيرة مواشي، شوارعنا مكسرة، مؤسسات الدولة مكبلة بأنظمة بيروقراطية، قواتنا الأمنية ضحية للتنازع السياسي، هذا الحال ما وصلنا له صدفة، هذا نتيجة عمل ممنهج من أحزاب ما تمتلك ذرة ولاء للعراق وهمها الوحيد تقوية نفسها، هاشتاج لا منة لأحد على العراق. والمهندس محمد يقول: قانون حرية التعبير وقانون جرائم المعلوماتية مرفوض، إذا مررت هذه القوانين معناها التحول إلى دولة بوليسية ديكتاتورية تصادر حريات الناس، هاشتاج لا منة لأحد على العراق. وبالفعل لا منة لأحد على العراق. اللي صاير بالعراق أنه أكو ناس حرامية سراق جايين لهذا البلد حتى يخربوه، جو إلى بلد عمره آلاف السنين، بلد بأكثر من حضارة، بلد علم العالم شلون يكتبون، بلد بعلماء كانوا وطلعوا إلى العالم، بلد هواية تاريخ كبير ويرفع الرأس، وبلد دافع عن العرب والعروبة، جو دا يخربوه من 2003 لحد هاي اللحظة، ومع الأسف نجحوا، لكن مو أول مرة يحتل العراق ومو أول مرة تدمر بغداد ودائما تنهض، فعدنا أمل بالله كبير. مشاهدينا الكرام، أوضاع العراق أنتم معنيين بها أكثر من السياسيين، لأن دولة كلهم جوازاتهم الثانية موجودة بجوبهم وما همهم العراق والعراقيين، بس يبقى الحال بيديكم أنتم، فعاجبكم الوضع أو لا تغييره منافقكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، باكر في أمان الله.